أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم اللعب بالصور التي يلعب بها الطفل، فإذا فاز أخذ من الذين يلعب معهم صورهم، فهل هذا من القمار؟ كون أن نربي أولادنا على الصور، نربيهم على الصور، هذا لا يجوز، يتساهلون فيها وينشأون عليها، وهذا ما يريده الكفار، يريدون أن نربي أولادنا على مخالفة ديننا. الصور محرمة، لا يجوز اقتناؤها لا للعب بها ولا لغيره، إلا الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان لشؤونه التي لا بد له منها، كصورة البطاقة الشخصية وجواز السفر، رخصة القيادة، هذه ضرورية. وأما الصور التي تقتنى للعب أو تقتنى للذكريات أو تقتنى على أنها مناظر تعلق على الجدران، هذه محرمة ويجب إتلافها. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز اقتناؤها لغير الضرورة، ولا نعود أطفالنا على الصور ونقول هذه ألعاب، ونعودهم على القمار، لأنهم إذا لعبوا بها في مقابل أخذ جوائز، هذا أيضا تربية لهم على القمار، لأن أخذ الجوائز على الألعاب هذا قمار، فلا يجوز هذا. نعم.